أعيد أرحب بالسادة الضيوف الكرام، سيد مدير شباب الرياضة، سيد مدير جمعية مؤسسة الشباب، السادة رؤساء المصالح على مستوى تعريف الجمهور العريض خاصة الشباب والأولياء على ما تقوم به المؤسسات الشبابية والعمل على تحيين هذه النشاطات تماشيا مع متطلبات ورغبات الشباب. هناك نقطة مهمة تطرقت إليها الندوة حاليا وهي أخذ الجانب الاجتماعي وطابع التقاليد وطابع المنطقة التي تتواجد في هذه المؤسسات، وهذا الشيء هو الذي سوف يحفز المجتمع على وخاصة الشباب وخاصة الأولياء على حث يعني كل الشباب على التردد حسب المتطلبات وحسب رغبات المنطقة التي تتواجد فيها هذه المؤسسات. المؤسسات اللي هي النقائص سواء من الناحية الإدارية أو البيداغوجية والمالية. قوانين كل خطر تزيد القوانين تماشيا مع الـ يعني الـ ديفوليسيون يعني تقدم تطور تاع الاخر خاصه من ناحيه التنظيم. تقولنا هكا بصح حنا ماذا بينا كي تهضر حاجه اعطينا المقابل شي ديمو يروح شي يقول فيرسيون جديده ليزاجور اللي خطبوا لنا ما كاينش شي صار غلط يطاعي قلنا لهم خطط المسكين بل تكوين وشو باهي التكوين راهو تكوين راهو وبالي فوتوكوبي كيما راه الجميع. ما كاش اكزومبل في عندنا 35 مؤسسه في المستوى ولايه سعيده ياك ما كاش قنبوسي واحد. علاه تقول لك بلي انا جابوا مدير الايه غير باي افر باي افر باي هذه تولي استقلاليه الاعتبار استقلاليه المؤسسه. صحيح استقلاليه المؤسسه باش المدير باش ما نعاودوش نطرحوا في اذا عندي 50 خدام 60 خدام. قادمة كانت المؤسسة الشبانية كانت هي السيد روح أحمد الدين كانت عندها كيما كان النشاط كان النشاط يقدم بمقابل مبلغ رمزي كانت الانترنت بالدراهم كانت لاطو جو بالدراهم العقبيات بالدراهم كانت شوية داخل مؤسسة كانت مؤسسة تلقى باش تدير النشاط كانت لاكتيفيتي كاينة مؤسسة ناشطة. من بعد وقعت كيما نقولوا حنا نقولوا في بعض المؤسسات بعض الولايات وقعت وين تاع الدراهم. المركز ديالي اللي تكلمت عليها شيخ سيتادير كونتر لوداج اي المؤسسات هذيك تبقى سيتادير لازم تتفند لتكون بان دوكري مينيستيري هذه سيتادير ماهاش على مستوانا حنا باش نناقشوها غير الصوالح اللي على مستوانا. هما المثال هنا صباح من جينا لقينا سمعوا في الدين ديالنا كل هذه الاشياء كان فيها بلاك مايجور في اطار برنامج وزاره الشباب والرياضه تحت الرعايه الساميه للسيد وزير الشباب والرياضه وباشراف والي ولايه صعيده ينظم هذا اليوم الندوه الولائيه للانشطه الشبانيه على مستوى ولايه صعيده. هذه العمليه يشارك فيها اطارات الشباب الخاصه بولايه صعيده وكذلك الحركه الجمعويه الشبانيه. برنامج هذه الندوه في الفترة الصباحية افتتاح الدورة وكذلك تدخلات إطارات الشباب والرياضة وكذا الحركة الجمعوية الشبانية. فترة مسائية تخص عمل الورشات بتوصيات إن شاء الله ستكون فعل خير على الأنشطة الشبانية على مستوى ولاية صعيدة وكذا على مستوى الوطن ككل. اليوم في الندوة الولائية لنشاطات الشباب نشاطات دور الشباب والشباب جمعية تاعنا معتمدة ولها صلة مباشرة مع نشاطات شبانية لذلك نحن متواجدون اليوم في هذه الندوة الولائية والتي ستخص كل التراب الوطني عبر 58 ولاية للهدف منها إعادة النظر في نشاطات الشباب وخاصة نشاطات دور الشباب التي حاليا هي متواجدة في وضعية نوعا ما منقوصة من ناحية النشاطات الشبانية. لذلك ارتعت الدولة الجزائرية على رأسها مديرة وزارة الشباب والرياضة
إعادة النظر في بناء جسر تواصل ما بين الشاب ودور الشباب، خاصة في مجالات النشاطات التي عرف أنها تغيرت نظرا للدخول المعلوماتية وأشياء أخرى. اليوم في الورشة الثانية المختصة بمدونة نشاطات وتطلعات الشباب، استجابة لتطلعات الشباب، لازم نخرج لهم بتوصيات واقتراحات، يعني من حيث يواكب العجز البيداغوجي بمؤسسات الشباب أو بدور الشباب، إضافة إلى رفع هذه التوصيات والاقتراحات على طاولة عمل الوزارة. يعني احنا نتمنوا هذه الاقتراحات تجيب فائدة ليهم بالاولى. وحنا هاد الورشه راه متكونه من اطارات ومربيين اللي هما كاع راهم يساهموا في هاد الاقتراحات، وان شاء الله تكون بنتيجه.